بسم الله. وقفنا مع بعضينا عند الحته بتاعه الكنترولرز، واحنا بنشرح الانجلر جي اس. الكنترولرز ببساطه لما نيجي نعرفها نقول ايه؟ الكنترولرز هو عباره عن جافا سكريبت اوبجكت. ببساطه جدا الناس اللي متعوده على لغات البرمجه بالذات الاوبجكت اورينتد، اكن ده بالنسبه لنا بالظبط الايه، الكلاس اللي بنلم فيه مجموعه الاتريبيوتس او البروبرتيز والفانكشنز اللي بنعمل، يعني اي حاجه بنمثلها بنسميها بشكل اوبجكت خلاص. والاوبجكت ده بيبقى هو بالنسبه لنا كنترولرز، وبنحط فيه كل الاتريبيوتس بتاعته وكل الفانكشنز اللي احنا عايزين ندورها نشغلها يعني من خلال الاوبجكت دوت. يعني مثلا كل كنترولرز في حاجه اسمها دولار ساين سكوب، وقلنا دوت هو ده البارامترز او هو ده حلقه الوصل اللي بتوصل ما بين الابلكيشن مديول وما بين الايه الكنترولرز. يعني مثلا عرفنا دلوقتي ان جي اب، وادينا اسمه وما اديناهوش مش مهم، ان جي كنترولرز، وبقول هنا ان السيرن كنترولر. السيرن كنترولر ده الاسم بقى المفترض ان انا كريته ك كنترولر خلاص، هو بقى اللي يتحكم في كل الكود اللي مكتوب ما بين ديف وسلاش ايه وسلاش دبليو. يبقى انا هكتب كنترولر ككلاس بيتابع وبيتحكم في كل الكنترولز اللي ما بين ديف وسلاش ايه وسلاش دبليو. فبيديني هنا كمثال بقول لو احنا جينا عملنا السيرنت كنترولر دوت عشان نستخدمه بالان جي كنترولر دايركتيف اللي احنا شفناه، في الخطوه اللي جايه دي هنعرف السيرنت كنترولر ذات نفسه. بقوم عامل سكريبت سلاش سكريبت، وقلنا فانكشن السيرنت كنترولر، وبعت السكوب. واحد يجي يقول لي ايه؟ هو مش احنا قلنا زي كلاس؟ اه بس احنا عندنا في الجافا سكريبت ما فيناش عندنا غير الفانكشن، او اسف الانجلر جي اس هي واحد فانكشن سميتها سيرنت كنترولر، وادي السكوب اللي المفروض هيبقى ما بين الايه الموديول اللي فات وما بين الايه وما بين وما بين الكود ذات نفسه. في السكوب عرفت دوت ستيرنت، يبقى المفترض عرفنا شيء اسمه ستيرنت جوه السكوب هيتنقل ما بين ده وما بين ده، ما بين الكنترولز يعني وما بين الكود. الستيرنت ده فتحت اوله اهو وقفلت اخره، وجواه عملت حاجه اسمها فيرست نيم واديتها محمد، لاست نيم اديتها مثلا صبور، فول نيم عباره عن ايه؟ قمت قلبي عباره عن فانكشن بس انونيمس فانكشن، ما عرفتهاش باسم. وقلت هي بتساوي، دخلت في الكود بتاعها، عرفت متغير اسمه ستيرنت اوبجكت. الستيرنت اوبجكت ده عباره عن السكوب بتاع الستيرنت، يعني شال الستيرنت اللي جوه السكوب ذات نفسه، وهيريتيرن الستيرنت اوبجكت دوت، لان طبعا الستيرنت اللي جوه السكوب هو شال فيرست نيم ولاست نيم وفول نيم. اصبح دلوقتي الستيرنت اوبجكت ده شايل جواه فيرست نيم ولاست نيم وفول نيم. جينا قلنا له بس الستيرنت اوبجكت عايز الفيرست نيم، وجنبيها كونكات كده سبيس، وجنبيها كونكات كده اللاست نيم، يبقى كده الفيرست نيم سبيس اللاست نيم الاثنين مع بعض هيبقوا الاسم. طيب كلام جميل. ممكن نعرف كنترول اوبجكت برضو في سيبريت فايل، في سيبريت فايل يعني في ملف منفصل بالجافا سكريبت، وان ايه والريفير لي في السكريبت. تعال نشوف مثال خلاص نستخدم فيه الكنترولرز ونشوف. هرجع كده للمثال اللي احنا كنا شغالين فيه، ادي البادي فاضي. وهم جاي هنا هقول ان احنا شغالين كده اتش 2 كده، هقول ان احنا شغالين انجلر جي اس كنترولرز ماشي، عنوان كده ملوش اي لازمه، ديفايه. الديفايه دي اللي هنحط فيها الشغل بتاعنا. الديفايه دي هنديها اب نيم جي بي اب، طبعا احنا عندنا اب نيم فوق في البادي على اساس ان البادي كله بيتحكم فيه اب واحد. خلاص انا بتكلم هنا على الديفايه دي بس اتحكم فيها اب، وسميته مين؟ اب. خلاص ده اسم الابلكيشن بتاعي، وهاجي اسمي ان جي كنترولر الاسم الكنترولر بتاعي، واقول الكنترول اللي عندي هنا اسمه ستيرنت كنترولر. كلام جميل. وابدا ان هو بقى احط الكود بتاعي، كنت جاي هنا اقول له انتر فيرست نيم، دخل اسمك الاول، وعملت انبوت خلاص كده على طول ماشي نخليه في مكانه. والانبوت ده اللي هيدخل فيه اليوزر عباره عن تكست خلاص، وان جي موديل، والموديل بتاعنا اللي شغال الستودنت، يعني الحته بقى اللي هي بنتكلم فيها اللي هي التواصل ما بين دي وما بين، يعني ما بين دي وما بين الكنترولر،
هيبقى بينادي على حاجه اسمها student اللي هي على السكوب دوت الفيرست نيم. يبقى انا عايز اخليه يجيب، عايزينه كده يخليه يجيب ببساطه من السكوب حاجه اسمها student وهيلاقي فيها الفيرست نيم ويحطه جوه الانبوت الاولاني. كلام جميل، او هو اللي هيبقى متواصل بين الانبوت الاولاني. نفس الطريقه عايز اعمل enter last name وتكست، بس مش هجيب من هنا الفيرست نيم، هقول له روح جيب لي من انت كموديل جيب اللاست نيم. كلام جميل. طيب كويس، بعد كده هعمل بريك عند السطر وعاوز ادخل الفول نيم، فهقول له يو ار انترينج، انت دخلت، وعايز احط ان هو الفول نيم بتاعه. عملت الانجل اكسبريشن، دور على الستودنت دوت الفول نيم، والفول نيم بالنسبه لي فانكشن، اعمل لها قوسين دول كده عشان ينادي عليها. كلام جميل كده، دي الديفايه بتاعتي. عايز اعمل السكريبت واحط جواه الكنترولر اللي هيديني الامكانيات دي، فقمت عامل سكريبت وادي سلاش سكريبت وابدا اشتغل من جوه. عملت var ادي المين اب بتاعي خلاص، بيساوي انجلر دوت، عايز من الانجلر الموديول بتاعي. طبعا انا وبكتب طبعا بيديني ملاحظات مهمه يعني للناس، انجلر دوت موديول بيقول لي بيقول هنا النيم ده نوع سترينج وريبس، وبيديني التفاصيل بتاعتها. ماشي، قلت له موديول نيم ادي اهو الاولاني، فقلت له النيم هو مين اب كوما، والقيم اللي باقي قلت له ما فيش عندي الوقت مش محدد، عملت له كده اري فاضي كده، كريت المين اب فاريبل، فقلت له يا مين اب بقى انت خلاص هتعامل معاك، عايز احط جواك كنترولر خلاص. فتحت الكود بتاعي، قال لي اديني اسم، قلت له اديك اسم، اسم الاول ستودنت كنترولر كوما، قال لي بعد كده اديني الفانكشن هتشتغل، قلت له فانكشن انونيمس مش مسميينها، وبتاخد بارامتر، البارامتر بتاعها هو دايما عمنا سكوب اللي هو بيتحرك ما بينهم وما بين الايه الموديول اللي احنا عملناه. كلام جميل، قمت فاتح القوس بتاع الفانكشن وادي قفلته. كلام جميل زي ما احنا شايفين كده خلاص. طيب طبعا ده بالنسبه لي امر، فانا هنهي الامر يعني كده اهو، كده نهايه امر الكنترول، الفانكشن اللي سميتها كنترول. حلو، جيت جواه هنا زي ما شفنا في السكوب، قمت معرف ستودنت وقلت الستودنت ده عباره عن، وقمت فاتح قوس وقفله كده في الاخر، قمت قال الستودنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيرست نيم، وهديله الديفولت فاليو بتاعته محمد كوما لاست نيم، وهديله الديفولت بتاعته صبور. ماشي، وبعد كده زي ما احنا شايفين كده اكنك تقول الفاريبل وبيساوي يا كولون دي والقيمه، واللي بعده كوما الفاريبل بيساوي والقيمه كوما الى اخره خلاص. يبقى كده شايل، يبقى السيم ده شايل ها نوتيشن بسيط جدا يبيه للايه للجيس. قلت له الفيرست الفول نيم بقى، قال لي ايوه، قلت له ده بقى بيساوي، قمت احطه جواه بقى المره دي، مش هحطه جواه يعني حاجة عادية قيمة عادية، لكن هخلي الفاريبل اسمه فول نيم ده بيشيل فانكشن كاملة اهو. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ عرفت فيها فاريبل اسمه ستيورنت اوبجكت خلاص سيمي كولون، والستيورنت اوبجكت ده بيساوي عبارة عن ايه؟ قلت له روح على السكوب، المفروض هيبقى فيه حاجة اسمها student خلاص كده. الفاريبل بتاعنا اللي اسمه student object بقى شايل first name واللاست نيم والفول نيم ذات نفسه،
ماشي يا student object. student object ده هيريتيرن ليا عطاير من ال student object dot الفيرست نيم وجنبيها سبيس كده وجنبيهم للستودنت اوبجكت دوت زي ما احنا شايفين الفيرست نيم واللاست نيم والفول نيم موجودين هنا. قلت له دوت الايه اللاست نيم. فكده لما هنادي على الفانكشن دي هترجع لي مع بعض هترجع لي الفيرست نيم واللاست ايه واللاست نيم. كلام جميل. دي قفلت طبعا للستودنت دوت سكوب الستودنت بيساوي كذا لازم اقفلها بسيمي كولون ان ده امر. وده طبعا الايه القفله بتاعت الكنترولر ذات نفسه اللي هنكتب فيه. وبكده نكون احنا ايه خلصنا الاكزامبل. عايزين نرن اوكي. بدأ يرن من اوري كور اكزامبل 2 احنا شغالين. هو نوت بدأ يرن. افتح الديفلوبر تولز وانا شكله بس مش باين خالص. معلش كنت عايز ابين ال بس انا محتاجين سي اس اس عشان نبين الحاجات دي. قلت له ماشي اسمه عادل واللاست نيم مثلا سابور. طبعا اللي حصل ان هو ما بيشغلش هنا الحاجه بتاعتي ما رنش ما اعرفش واي. تعال نرنه كده من على ال اكزامبل 2 دبليو 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 الاندكس كده. في بروبلم كبيره مش بيشغل اي حاجه اتوقع. وانا بكتب كنت متهيألي ان انا شكيت في اسم الكنترولر student controller. لا مظبوط student controller الاسم متوافق مش هيبقى مشكله خالص. طيب student first name last name full name first name last name full name. كلام جميل. ادي انجلر رد عليها مظبوط انجلر دوت مي دوت ام اي ان ماشي مظبوطه. كل الحاجات التانيه اللي مش محتاجها اصلا ممكن اوقفها مؤقتا بس اشوف ايه المشكله. اما الستايل مش هيفرق معايا خالص دلوقتي. المفروض طبعا يطلع اول ما يقوم يبقى مطلع لي محمد وصبور زي ما احنا كنا مدخلين اساسا يعني في الكود صح؟ كنا مدخلين كده الديفولت بتاعنا مظبوط الديفولت بتاعنا. تمام ونراجع كده سريعا نشوف ايه المشكلة. كنترولر كانت ناقصة ان. نرجع كده نعمل ريفريش مظبوط طلع محمد صبور ويو انتر محمد صبور كله ماشي. كريم صبور مظبوط كريم علي زي ما بنغير طبعا بيغير تحت بيسمع على طول بدون ايه اي مشاكل زي ما احنا شايفين. تمام اوكي بكده نكون بصينا كاكزامبل على الايه على الكنترولر.